بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الرسالة حنتكلم عن شهادات جينيبر، جينيبر سيرتيفيكيشنز. جينيبر هي شركة متخصصة في البنية التحتية للشبكات، بحيث أنها تقوم بتصنيع أجهزة مسؤولة عن ربط أجهزة الشبكة المحلية ببعضها البعض، وكذلك ربط الشبكات المختلفة وربط الفروع وتقديم الحماية والاهتمام بشكل خاص بنقل البيانات. جينيبر مثلها مثل أي شركة عالمية وعملاقة في عالم الشبكات والتقنية بشكل عام، بتملك مناهج تعليمية لكي تؤهل مهندسي الشبكات للتعامل مع أجهزتها، وبعد أن يقوم المهندس بدراسة المنهج يكون عندها قادر على الدخول إلى الامتحان التابع للكورس الذي درسه من أي مركز تدريب معتمد، وعند نجاحه يحصل على شهادة من جينيبر تجعل منه معتمد لدى جينيبر للتعامل مع الأجهزة التابع لها الكورس الذي قام المهندس بدراسته. تملك جينيبر نظام مستويات. هذا النظام يندرج ضمنه شهادات جينيبر. عندنا المستوى الأول اللي هو مستوى الأسوسييت ليفل أو مستوى الزمالة، ويعرف اختصارا ب GNCIE. طبعا G اختصار لجينيبر، N باختصار لنتوركس، و C اختصار لسيرتيفيكيشنز و سيرتيفيكيشنز، وعندنا هنا ال A اختصار لأسوشيشن ليفلز. هذا المسار الأول اللي هو مستوى الزمالة، هذا يعتبر مستوى زي ما نقول بيؤهلك انك تعمل في شبكة صغيرة خاصة بالمجال اللي درست فيه. مثلا لو درست راوتينج سويتشينج، مثلا راوترات وسويتشات، فممكن تشتغل في شبكة صغيرة خاصة براوترات وسويتشات جينيبر. بعد كده يجينا المستوى الثاني واللي هو السبيشاليست ليفل، وهو مستوى اعلى ويسمى مستوى الاختصاص، بحيث انك من خلاله قد طبعا يكون مندرج ضمن مواد، اذا كان مندرج ضمن مادة معينة فراح تتخصص فيها بشكل اعلى، واذا كان لمادة معينة فراح تتخصص في هذه المادة زي ما راح نشوف في الشرائح القادمة. في عندنا بعد كذا بعد مستوى الاختصاص يجينا مستوى البروفيشنال ليفل. طبعا على فكرة الاي هي اختصار لانترنت وورك، يعني عندنا جينيبر نتورك سيرتيفيكيت انترنت وورك، بعدين عندنا الاي اللي هي الزمالة، وبعد كده عندنا الاس اللي هي السبيشاليست او التخصص، بعد كده عندنا البي اللي هي البروفيشنال، مستوى الاحتراف وهو يعتبر المستوى الثالث. المستوى السبيشاليست والبروفيشنال بيأهلوك انك تشتغل من في شبكات من متوسطة الى كبيرة خاصة بالكورس او الاجهزة اللي انت درست فيها وتكون شبكات تابعة لشركة جينيبر. بعد كده المستوى الاخير وهو مستوى الخبير الاكسبرت، ويعرف اختصارا ب GNCIE. اي مستوى اي مادة معينة او اجهز طبعا اي مادة معينة راح تدرسها وتصل فيها الى حد الاكسبرت درجة الخبير، فانت بذلك تعتبر مغطيها بشكل كامل، والأجهزة الموجودة فيها المفروض أنك تكون وصلت فيها إلى القمة من ناحية الإعدادات، من ناحية الترابل شوت، من ناحية تشغيلها في داخل الشبكة. فيعتبر مستوى الإكسبرت هو درجة الخبير، وهو أعلى مستوى تصل إليه في أي كورس من كورسات شركة جينيبر. ننتقل الى الشهادات او المواد والكورسات اللي بتقدمها لنا جينيبر. جينيبر بتتميز بثلاثة مواد، وهي تعتبر اهم ثلاثة واكثرها دراسة. عندنا تتميز جينيبر في مجال التوجيه والتبديل على مستوى الشركات، وتتميز في الاجهزة الخاصة بالحماية الشبكة، وتتميز ايضا بالتوجيه والتبديل على مستوى مزود الخدمات. هذه الثلاث كورسات هي يعني حاليا تعتبر جينيبر فيها قوية جدا، وبتملك أجهزة ممتازة في هذه المجالات الثلاثة. التوجيه والتبديل على مستوى الشركات اللي هو الانتربرايز راوتينج اند سويتشينج، طبعا لما نقول على مستوى الشركات يعني انت عندك مثلا شركة جهات حكومية، فعندها راح يكون هذا هو المستوى اللي راح تدرس او هذا الكورس اللي راح يفيدك.
طبعا احنا عارفين عملية توجيه البيانات، يعني ربط الشبكات الخاصة بالفروع مع بعضها البعض. وعندنا التبديل، هي عملية ربط الأجهزة في داخل السويتش في الطبقة المحل في داخل الطبقة المحلية، وبالتالي الأجهزة اللي راح تدرسها في هذا المستوى هي الأجهزة الخاصة بالتبديل والتوجيه، يعني راح تدرس الراوتر وجهاز السويتش الخاص بشركة جينيبر. وعندنا طبعا نظام التشغيل يطلق عليه هو جينوس، هذا هو نظام التشغيل، هو يعادل الاي او اس الموجود في سيسكو. هنا عندنا نظام تشغيل جينوس خاص بجينيبر، لديه الاوامر الخاصة فيه، ايضا هو بيعتمد على الاوامر النصية في عملية الاعدادات. عندنا التوجيه والتبديل على مستوى الشركات بينقسم الى الاربع مستويات اللي ذكرناها، فتبدأ مع مستوى الزمالة، بعد كذا إذا حبيت تكمل تنتقل إلى مستوى التخصص، بعد كذا إذا حبيت تكمل تنتقل إلى مستوى الاحتراف، وبعد كذا لو ربنا أكرمك وحبيت تكمل توصل إلى مستوى الخبير في عالم التوجيه والتبديل على مستوى الشركات، وهذه أسماء الشهادات الخاصة فيها. بعد كذا عندنا عندنا الكورس الثاني اللي هو كورس الحماية، كيف تحمي شبكات جينيبر وتقدم لها الحماية، وتعتبر جينيبر متميزة في عالم حماية الشبكة البنية التحتية الخاصة فيها. أيضا الكورس تبع الحماية في تبدأ مع مستوى الزمالة، بعد كذا إذا حبيت تكمل تنتقل إلى مستوى التخصص، بعد كذا إذا حبيت تنتقل إلى مستوى الاحتراف، وبعد كذا إذا حبيت تكمل توصل إلى أعلى مستوى اللي هو مستوى الخبير، فتصبح خبير حماية شبكات جينيبر. عندنا المنهج الثالث اللي ممكن تدرسه في شهادات ومناهج جينيبر اللي هو التوجيه والتبديل على مستوى مزود الخدمة. جينيبر ممكن ما تكون حققت يعني شهرة على مستوى الشركات، ولكن هي محققة شهرة ومكانة في داخل السيرفس بروفايدر، وذلك لأنها بتقدم أجهزة بتنافس فيها سيسكو، ولكن في نفس الوقت رغم أنها تعادل أجهزة سيسكو إلا أنها أرخص من سيسكو في السعر. لذلك هذا شيء يحفز مزودي الخدمة على اقتناء جينيبر، وغالبا بتكون مزودي الخدمة اللي هم شركات الاتصالات، فبيملكوا ميزانيات عالية للتدريب، فحتى لو قاموا بإحضار أجهزة جينيبر وكان المهندسين غير مدربين عليها، فراح ينفقوا عليهم وراح يدربوهم على ويحضروا لهم مدربين يدربوهم على أجهزة جينيبر. المستويات الخاصة بالتوجيه والتبديل على مستوى مزود الخدمة، السيرفس بروفايدر، راوتينج، سويتشينج، عندنا تبدأ مع مستوى الزمالة، بعد كده عندنا مستوى التخصص، بعد كده مستوى الاحتراف، بعد كده مستوى الخبير. كانت هذه هي الثلاثة مناهج اللي بتندرج ضمن المستويات. بعد كده راح نشوفه بعد كده هو عبارة عن مناهج بتدرس ضمن جينيبر، ولكن ليست تابعة لجميع المستويات اللي تم، يعني تابعة، قد تكون تابعة لمستوى أو أكثر من مستوى، تمام، ولكنها لا تمر على كامل المستويات. فلدينا مثلا الإي سيريس. الإي سيريس وهو نوع خاص من راوترات جينيبر مخصص لمزودي الخدمة، يتميز بأنه يدعم سرعة عالية للوصول إلى الإنترنت، وكذلك نقل الفيديو والصوت والأونلاين مثل الألعاب بجودة عالية. هذا الكورس ممكن تدرسه في مستوى الزمالة، وإذا حبيت أنك تطور نفسك ممكن تنتقل إلى مستوى التخصص، بعد كده تنتقل إلى مستوى الاحتراف، ولكن لا يوجد له شهادة في على مستوى الخبير. عندنا كمان الفايروول في بي إن. الفاير هنا في له مستوى واحد اللي هو مستوى التخصص. هذا المستوى يعني بيدرسك الفاير او الفاير وول في بي ان، بيدرسك على مستوى التخصص، بيعلمنا كيفية تطبيق الفي بي ان على جهاز فاير وول الخاص بجينيبر، طبعا فقط بيندرج ضمن مستوى التخصص وليس على مستوى الزمالة او مستوى الاحتراف او مستوى الخبير. عندنا بعد كده الاي دي بي، والاي دي بي او هي المفروض اي دي بي او يطلق عليها ايضا اي دي اس، وهو عبارة عن جهاز يقوم بمراقبة الشبكة، وعند وجود اي ترافيك مشبوه فيه عندها يقوم بتحذير مسؤول الشبكة
والذي عليه أن يتصرف لوقف هذه البيانات المشبوهة، مما يقدم حماية للشبكة ومراقبة لها. في هذا عشان هذا الكورس أو هذه الجهاز بتدرسه في مستوى واحد اللي هو مستوى الزمالة. من الكورسات اللي تقدمها لنا جينيبر عندنا الجينوس بولز اكسس كنترول. جينوس هذا نظام التشغيل، بولز يعني نبض، وبعد كده عندنا كلمة اكسس كنترول، واللي هي بهذا الكورس بيتكلم عن او يركز على تعليمنا انواع الوصول عن بعد لاجهزة وشبكة جينيبر وعمل الاعدادات الخاصة فيها والتحكم فيها. طبعا هذا الكورس بيتواجد ضمن مستوى التخصص ويمتلك شهادة واحدة ضمن مستوى التخصص. عندنا منهج الجينوس بولز سكيور اكسس، وهذا الكورس بيدرسنا كيفية تطبيق الحماية للوصول الى شبكات جينيبر والاتصال بها، وهذا الكورس بيتواجد ضمن مستوى التخصص في مستويات جينيبر. عندنا الكيو فابريك، والكيو فابريك هذا كورس وتابع لتقنية يطلق عليها الكيو فابريك، وهي تقنية جديدة خاصة بجينيبر، وهي تعتبر الخاصة بالتاتا سنتر، والتي تعتمد على أو المراكز البيانات والتي تعتمد على كيابل الأرياف الضوئية كناقل للبيانات، مما يقدم لنا سرعات عالية في عملية نقل البيانات وبأحجام كبيرة. هذه الكيو فابريك كتقنية بتدرس في ضمن منهج وشهادة واحدة تقع ضمن مستوى التخصص. عندنا كورس الوايرلس لان، والوايرلس لان يعتبر من المجالات اللي جديدة على جينيبر، ولسه جينيبر مش منتشرة فيه أو مشهورة فيه، ولكن جينيبر تصنع أجهزة ومن خلالها ممكن أن احنا ننشئ شبكة وايرلس، تكون وايرلس جينيبر أو شبكة لاسلكية تابعة لشركة، أجهزتها تكون تابعة لجينيبر. من خلال هذا المنهج اللي هو بيكون منهج واحد على مستوى التخصص، يقوم بتدريسنا كيفية إنشاء شبكة لاسلكية من خلال أجهزة جينيبر اللاسلكية والتعامل معها وإعدادها. لدينا كورس الـ WX Series، والـ WX وهو جهاز يتم تركيبه فيما بين الشبكة المحلية والشبكة الواسعة، حيث يكون في المنتصف ويتم ربطه مع جهاز الراوتر اللي تابع في الشبكة المحلية اللان، ومن خلاله يتم الاتصال بالوان. يقوم الـ WX بزيادة وتحسين اتصال الشبكة المحلية بالشبكة الواسعة، وذلك من خلال مراقبة حركة البيانات وتصنيفها وتطبيق للـ Quality of Service جودة الخدمة بشكل أكثر فعالية، حيث يجعل البيانات التي تواجه حساسية من ناحية التأخير ومن ناحية الوقت يقوم بجعلها ترسل أولا، مما يزيد من تحسين أداء الشبكة. طبعا هذا الكورس يتواجد فقط بمستوى واحد اللي هو مستوى الزمالة. عندنا كورس الديزاين، والديزاين وهو خاص بتصميم شبكات جينيبر، بحيث يؤهلك انك انت تختار الأجهزة المناسبة من جينيبر في الشبكة المناسبة، وذلك حسب عملها وطريقة ولماذا تم إنشائها وما الغرض من إنشائها وما هو نوع البيانات التي سوف تتعامل معه هذه الشبكة المراد إنشائها. عندنا شهادة واحدة فقط ضمن مستوى الزمالة بيتم تدريسها خاصة بالديزاين وتصميم الشبكات، واللي هي على مستوى الزمالة. عالم التقنية بشكل عام سريع التطور، والشبكات هي أيضا تنتمي للتقنية، وبالتالي هناك تقنيات تظهر وأخرى تختفي، مجالات جديدة تظهر وأخرى تلغى، شركات تتوسع في مجالات جديدة وأحيانا تترك مجالات كانت تعمل فيها. لذلك
من الطبيعي لشركة مثل جينيبر أن يحصل في مناهجها تغيير، مثل إضافة مناهج وكورسات جديدة أو إلغاء قديمة أو إضافة مستويات جديدة لمناهج موجودة. فإذا كنت من المهتمين بشهادات جينيبر فسوف تحتاج بين فترة والثانية الدخول على موقع شركة جينيبر والذهاب إلى قسم الشهادات ورؤية ما الجديد في عالم شهادات جينيبر، وذلك من خلال الموقع www.jennifer.net. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة، أتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح، مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.